عايز افكر حضراتكم في تعريف اللي خدناه قبل البريك، تعريف النتورك هي شويه كومبوننتس، حصل شويه كومبوننتس بشكل يعني ايه يعني كافي المحاضره الاولى، عايزين نضغط في التفسيرات كلها. والكومبوننتس دي مالها؟ دول هنعملها كونكشن توجذر، وقال كمان نعرف حدود الكونكشن دي بتبقى عامله ازاي من خلال حاجه اسمها التوبولوجيز. يعني ايه كلمه التوبولوجي؟ طريقه التوصيل. وتوبولوجيز هاو كومبوننتس ار كونكتد، ده معنى كلمه طرق التوصيل المختلفه اللي ممكن يستخدمها في الاي بي نتورك. بالك الحدوده بقى من البدايه، واحنا عشان نقدر نوصل ما بين الاجهزه اللي شغاله في الاي بي نتورك ايه اقدم طريقه عملوها، وبعدين احكي لك بقى التسلسل الطبيعي لتلك الطرق لحد ما نوصل لاخر واشهر طريقه. اول طريقه عملوها واحد طريقه اسمها توبولوجي. يعني طريقه توبولوجي هي اقدم طريقه توصيل عملوها، كانت طريقه توصيل عايزين نوصل فيها الكمبيوتر بكمبيوتر. طب عشان اوصل كمبيوتر بكمبيوتر يعني جهازين بس اعمل ايه؟ كل اللي اعمله ان انا اروح جايب كابل وموصل ما بينهم. طريقه التوصيل اللي بوينت تو بوينت ان انت تجيب كابل وتوصل ما بين الجهازين بس كده. يعني اول طريقه توصيل عندنا في الفلوس انك تمد كابل تشد كابل ما بين طرفين بس بشرط جهازين بس. طب لو انت عندك اكتر من جهازين ايه ممكن تكون طريقه التوصيل؟ الحقيقه طريقه التوصيل لو عندك اكتر من جهازين اللي اخترعها شركه اي بي ام. يعني البوينت تو بوينت مين اول واحد عملها؟ اول ناس عملوها كان الجيش الامريكي. عندهم جهاز في الجيش عليه معلومات، جهاز في الجيش عليه معلومات، وعايزين يتبادلوا المعلومات. شيرنج اوف انفورميشن فايلز اند داتا. اما بقى لما فكروا ان هم يحطوا اكتر من جهاز اللي فكر لهم في طريقه التوصيل اللي جايه دي كان شركه اي بي ام. شركه اي بي ام فكرت في طريقه توصيل اسمها رينج توبولوجي. طب وايه طريقه توصيل الرينج دي؟ انك لو عندك ثلاث اربع اجهزه يعني عندك جهاز اسمه جهاز اسمه بي، جهاز اسمه سي، جهاز اسمه دي، اوصل الاجهزه دي مع بعض ازاي؟ يعني الاند ديفايسز دي اربطها مع بعض ازاي؟ اربط الاند الاولاني بالتاني والتاني بالتالت والتالت بالرابع والرابع اربطه بالاولاني مره تانيه. فسموا طريقه التوصيل دي رينج ليه؟ عشان على شكل رينج، على شكل حلقه، على شكل دايره مقفوله. طب والاجهزه بتكلم بعض ازاي؟ ساعة لما يحب يكلم جهاز اسمه سي، يعني ايه؟ لما يحب يبعت معلومة، والمعلومة دي المفروض تروح لسي، فالمعلومة دي بتمشي في الرينج، الكابلات توصل لبي، بي بيشوف الداتا دي مش لي، يروح موصلها للي بعديه. طب واللي يلاقيها لي يروح واخدها لي. يعني ايه بيبعت الداتا وكاتب عليها كده؟ أنا عايز أوصل لسي، فلما بي يلاقي الداتا دي مش لي يروح مسلمها للي بعديه، لو اللي بعديه ما لقاهاش لي كان هيسلمها للي بعديه، واللي بعديه ما لقاهاش لي كان هيسلمها للي بعديه. المهم الطريقه دي اشتغلت، بس كان دايما عينيهم على مشاكلها. عينيهم على مشاكلها ازاي؟ ان الطريقه دي فيها عيبين. العيب الاولاني ان هي فيها لف ودوران. يعني ايه لف ودوران؟ ان الجهاز عشان يوصل للجهاز ممكن ساعات يلف ويدور شويه كتير. ازاي مثلا؟ يعني لو عندنا جهاز رقم واحد وشبكه فيها 50 جهاز. الجهاز رقم واحد، الجهاز رقم اثنين، الجهاز رقم ثلاثه، الجهاز رقم 25. لو جهاز رقم واحد عايز يوصل لجهاز رقم 25 هيلف ويدور كتير، هيبعت الداتا من نول اللي بعده، فاللي بعده يلاقيها مش ليه يعديها للي بعديه، فمش ليه للي بعديه للي بعديه، لحد ما توصل للجهاز 25 تكون خدت وقت طويل بعد ما لفت شغل. فكان دايما عليهم معلق مساوئ طريقه الرينج توبولوجي، ان الرينج توبولوجي فيها لف ودوران كتير. وكان عندهم مشكله ثانيه. ايه المشكله الثانيه؟ ان الطريقه دي محتاجه كروت كتير. كروت يعني ايه؟ الكمبيوتر ده عشان خاطر يقدر يخرج الداتا ويوصل على كارت محتاج يركب له كارت زي الكارت ده، كان المفروض يركب جوه الكمبيوتر اسمه نتورك انترفيس كارد عشان يقدر يوصل على اللي بعده. الكمبيوتر محتاج كارت كده، وكمان كان محتاج كارت الناحيه الثانيه كده، يعني كان محتاج كل الجهاز كارت اثنين، وده محتاج كارت اثنين، يعني من اخر عدد الكروت اللي هتحتاجها ضعف عدد الاجهزه، اربع اجهزه محتاجين ثمان كروت. احنا كان نفسنا برضو ان شكل التوصيل يكون ماشي ازاي؟ كل الجهاز دي كارت واحد بس يوصله على الشبكه. وجود كارتين يعني حاجه تعتبر ايه؟ مصاريف زياده وتكاليف زياده. المهم عشان يفكروا في حل المشكله دي قال اخترع الفكره اللي هتحسن الاداء دي كان واحد مصري، لا كان مدخر ان في مصريين كتير اخترعوا حاجات كتيره في مجال الشبكات، منها الواي فاي اخترعه دكتور مصري، منها حاجات كتيره في النتورك اخترعها مصري. المهم الراجل المصري ده اخترع ايه؟ اخترع طريقه يبقى ما فيش فيها لف ودوران، يعني طريقه مش لف ودوران. وسمى الطريقه دي مش توبولوجي.
بطريقة اللي مش لف الهرم سماها مش تكون فكرتها ايه؟ فكرتها ان لما يبقى عندك جهاز اسمه ايه؟ وبي وسي ودي هنوصل ما بين الاجهزة وبعض ازاي؟ اي بي ودي بسي وسي دي ودي بي ده اسمه رينج فيها لف ودوران كده مين بيلف ويدور عشان يوصل لمين؟ ايه عشان يوصل لسي هيلف ويدور وصلهم بجد لما كده بي هيلف ويدور عشان يوصل لدي وصلهم بجد اي حد يلف ويدور عشان يوصل للتاني راح موصل الكابل على طول المشي التكنولوجي هي عباره عن طريق توصيل فيها تقدر توصل كله كله بكل السكك المختلفه اللي تقدر عليها طب يا ترى محتاج ايه عشان خاطر نعرف نوصل التوصيلات دي للاسف الكفه فعلا فرطت منه عشان ما يعملش لف ودوران ان ايه يوصل لسي على طول بي يوصل لدي على طول ايه يوصل لدي على طول للاسف محتاجين كروت اكتر بكتير يعني عشان خاطر كان يظبط موضوع لف ودوران للاسف احنا محتاجين كده كروت والكابلات طبعا كتير وهتلاقي مطلوب منك كمهندس نتورك وساعات بتسال عليه في الانترفيوز انك تطلع عدد الكابلات اللي تحتاجها في المش يعني مسؤول او مشهور سؤال في الانترفيوز يقول لك 50 جهاز هوصلهم مش تكنولوجي حتى كم كابل طب ما تيجي نعملها على يعني الحاجه المبسطه دي بعدين نشوف على 50 جهاز طيب الحاجه المبسطه احنا محتاجين كم كابل 1 2 3 4 5 6 6 كابلات عشان اوصل 4 اجهزه المهم كل ما هتزود جهاز كل ما هتلاقي الكابلات بتاعتك بتزيد تزود جهاز الكابلات تزيد اكتر بكتير في الاخر طلعوا لنا قانون ان عدد الكابلات هو عدد الاجهزه اللي موجوده اضربها في عدد الاجهزه ناقص 1 واقسم الكلام ده على 2 ان في ان ناقص 1 على 2 هيساوي ان دي ايه عدد الاجهزه يعني عندك اربع اجهزه على نطبق في القانون عندنا اربع اجهزه يعني ان ب 4 ان ناقص 1 ب 3 على 2 4 في 3 12 على 2 صح 12 على 2 ب 6 يعني فعلا 6 كده معلش تاني يعني مش تكنولوجي لو انا عندي خمس اجهزه A B C D و E طب يا ترى لو في خمس اجهزه تعالى نعوض في القانون خمس اجهزه يعني عدد الكابلات خمس اجهزه فعدد الاجهزه ناقص واحد اربعه على اثنين 10 تعالى نحسب ازاي هيطلعوا فعلا 10 اجهزه 10 كابلات ايه هيوصل لازم بيه C D و E كده خلاص وصل على كل الموجودين B وصل ب C و D و E كده B وصل على كل الموجودين B وصل على A وعلى B سوري C وصل على A وعلى B على B وعلى E في الآخر الاثنين ما وصلوش مع بعض بص في الرسمة هتلاقي مفيش اثنين ما وصلوش على بعض الكابلات عددها فين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعة يعني 10 دي تحت فانا لو عطيت عدد الكابلات يطلعوا ماشيين مع القانون ده طبعا في الانترفيو ساعات يغلس في ايه يقول لك لو احنا عندنا 100 جهاز هيحتاجوا كام كابل وطبعا ليه بيسال السؤال برخامه كده عشان خاطر مش عايزك ترسمها وعارف انك انت لو رسمتها هتطلعها فلو ادالك رقم صغير هتقعد ترسمها وتهدي الكابلات بيديك ليه رقم كبير عشان يعجز لك انك ما ترسمهاش وعشان تقول له ايه؟ تقول له قانون تقول له هنحسبها لو عندي 100 جهاز هنضرب ان في ناقص 1 على 2 يعني هو اللي بيبقى عايزه في الانترفيو ايه هو القاعده بس كام في كام على كام وهو ده بالنسبه له يعني ساتسفاكتوري كده يعني ايه يشفي غيره دي هنا هو مش قصده كان يعذبك او يعسفك او يخليك تحسب وتضرب ارقام في بعض بس كان عايزك تطلع ايه ارقام كده بالتاريخ يعني كام مهندس كده 100 جهاز 100 في 99 على 2 يبقى 100 في 100 على 2 تروح مطلع الحسبه تطلع كام 5000 كده 5000 كده هو 4900 بالظبط 95 طيب فالمهم ايه يعني بيبقى ساعات اختباري لادراكك للقانون لمعلوماتك للقانون هتجمع الموضوع ازاي المهم طيب بالنسبه لنا الطريقه دي عيبها ايه صحيح ما فيهاش لف ودوران دي ميزه حلوه للراجل المصري نشكره على ذلك ولكن محتاجه كروت كتير فايه اللي حصل مصري تاني مفيش غير المصريين في الشبكات مفيش غير هنعمل ايه مصري تاني يفكر في فكره طب ان احنا لو مش عايزين لف ودوران هنعمل ايه؟ بيكون كارت واحد بس للاجهزه طب بتتصرف ازاي؟ فكر هو يبتدي بالعكس. يبتدي ازاي بالعكس؟ نجيب كارت واحد بس يعني كل جهاز A B C
كارت واحد بس يعني يبدا الموضوع بالعكس عشان خاطر يحاول يحله. ايه طريقه التوصيل الانسب اللي ما تكونش فيها لف دوران يكون الاجهزه فيها كارت واحد بس؟ فراح قال لك خلاص هبدا بكارت واحد واطلع من الاجهزه دي كلها كل واحد منهم كارت عايزهم كلهم يشوفوا بعض ويوصلوا لبعض ونترك واحد. فاش لف دوران الفكره جات له ازاي؟ اربطهم كلهم بالكابل المشترك وسمى الكابل المشترك ده بص على اساس ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوتوبيس اللي عايز يركب الشبكه يتشعبط في يتشعلق في الاوتوبيس. وفعلا سمى طريقه التوصيل دي بص توبولوجي. بص توبولوجي طريقه توصيل البص الاجهزه بتكلم بعض فيها ازاي؟ يوم ما ايه يحب يبعت يسيب مش هتلاقي دلوقتي لف دوران ايه هيروح باعت الداتا كاتب عليها عايزه تروح يسيب. الداتا دي عباره عن ايه في الاخر؟ كهرباء. كهرباء هتبقى ماشيه في السلك. اول ما بتلاقي السلك تنتشر يمين شمال كهرباء لقيت سلك ماشيه فيه. لقيت تفريعه تروح داخله في التفريعه دي ومكمله. كهرباء لقيت تفريعه ومكمله. تفريعه ومكمله. مفيش هو لف ومفيش دوران. يعني مفيش لف ودوران؟ ايه بيبعت الحاجه بتوصل تقريبا لكله في نفس الوقت. ما تقعدش تلف وتدور على ما توصل لكله. يعني توصل لبي في نفس الوقت تقريبا اللي بتوصل فيها لسي فرق بسيط قوي. توصل بعد كده لبي توصل بعد كده لاي وبعدين ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان هي وصلت لبي هيرميها عشان شايفها مش لي. توصل لسي هياخدها عشان شايفها لي. دي هيرميها عشان مش لي. اي عشان مش لي. من اخر الطريقه دي واحد بيسن اند اول بيرسيف وكله بيستقبل. كله بيستقبل بس مش كله هيشوف الداتا فيها ايه. كله بيستقبلها لي بس ممكن يرميها. ممكن يستقبلها لي ويشوف اللي فيها. يعني في الاخر طريقه الباص دي فكر فيها الراجل المصري بايه؟ قال لك انا هخلي الداتا تتبعت للكل واللي يلاقي الداتا بتاعته يبقى ياخدها ويشوف المحتويات بتاعها واللي يلاقي الداتا مش بتاعته يبقى يرميها. وسموا الطريقه دي طريقه الباص توبولوجي. هي في الحقيقه طريقه كويسه ليه؟ اولا ما فيهاش لف ودوران، ده بعض الحاجه بتمشي على الباص بتوصل للكل في نفس الوقت تقريبا. فيهاش غير كارت واحد بس بيوصل لكل الاجهزه. ولكن للاسف كان فيها بقى مشكله بعد ما اخترعوها ومشي بيها شويه اكتشفوا اللي هي ان الكابل ده غشيم شويه. غشيم بمعنى ان لو اتنين بعتوا داتا في نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الداتا بتاعتهم كهرباء ماشيه في السلك هتميكس. يعني لو ايه بعت في نفس الوقت ان ايه بيبعت فيه ولا ان دي بيبعت فيه كهرباء ماشيين مع بعض ميكس هيحصل. بنسميه في عالم الاتصالات انترفيرنس. بنسميه في عالم الشبكات كوليجن حصل. يعني احنا بالنسبه لنا بنسمي ان حد يبعت اشاره والتاني يبعت اشاره والاثنين يبقوا على نفس الكابل كوليجن. جماعه بتوع الاتصالات بيسموه انترفيرنس. انترفيرنس بمعنى ايه؟ حصل تداخل في الاشارات. طب ايه الازمه؟ ما هو لو حصل تداخل في الاشارات اللي هيستقبل مش هيفهم حاجه. اكيد انا بشرح وفي نفس الوقت واحد تاني بيشرح. فاللي هيوصل لك ايه؟ مجموع الاشاره بتاعتي والاشاره بتاعته. وصلت لايه؟ انك انت ما استوعبتش لا كلامي ولا استوعبت كلامي. فكروا في ايه بقى؟ يجيبوا احسن حاجه حصلت في طريقه التوصيل او طرق التوصيل. انما بدل ما البص جهاز غشيم مش عارف ان هو يوصل باحترافيه يخلي بدل البص ده جهاز. كانت اول مره يخترعوا انترميديا ديفايس. يعني ايه؟ يعني كان في الاول خالص الشبكات تعريفها ايه؟ هي جروب اوف كومبوننتس. الكومبوننتس دي كانت عباره عن اند ديفايسز وكابلات بس. ما كانش فيه بقى سويتشات ولا راوترات ولا هبات ولا الكلام ده. من هنا من البص توبولوجي فكروا ان هم يعملوا موضوع الراوترات بقى والسويتشات والحاجات دي. ازاي؟ بدل ما البص ده يبقى كابل نخلي البص ده عباره عن جهاز عاقل ينظم لنا المرور. سنترلايزد ديفايس. طب والسنترلايزد ديفايس ده نعمل عليه ايه؟ نوصل عليه ايه؟ وبي وسي ودي واي. طب والسنترلايزد ديفايس ده اللي هو كان مين؟ اول سنترلايزد ديفايس اخترعوه كان الغرب. هنعرف يعني ايه وتفاصيله ايه قريبا. وبعد كده طوروه شويه وخلوه يبقى سويتش. وسموا طريقه التوصيل دي ايه؟ اللي بيبقى في النص فيه هب او في النص فيه سويتش ستار توبولوجي. المفروض ان الهب او السويتش يعملوا ايه؟ ينظموا المرور عشان خاطر ننهي كل المشاكل اللي كانت بتحصل في التوصيلات السابقه. فعلا هي اكثر طريقه توصيل مستخدمه دلوقتي الاشهر دلوقتي هي طريقه توصيل الستار توبولوجي. ان احنا نجمع الكمبيوترات على سويتش. وبعدين السويتشات بتاعتنا كلها اللي مثلا في اليوتنا تبدا تتجمع على سويتش ثاني في سنترال. بعدين السنترال دي كلها تتجمع على سنترال اكبر موجود في سنترال رمسيس. يعني نبدا ان احنا نخلي شبكتنا كلها عامله ازاي؟ حاجات كتيره بتتجمع على حاجات اصغر، كمبيوترات كتيره على سويتش، سويتشات كتيره على سويتش تاني، بحيث ان احنا في الاخر نخلي الشبكه كلها مربوطه مع بعض على شكل ايه؟ على شكل ستار.
ستار بمعنى ايه؟ جهاز في النص مفرع للي حواليه، واللي حواليه مفرع للي حواليه، واللي حواليه مفرع للي حواليه، يعمل لك في الاخر شبكه تقدر توصل فيها من ان للان بطريقه منظمه، بطريقه مرور منظمه. واحنا دايما بالنسبه لنا السنترلايز ديفايس الرئيسي بتاع مصر كلها موجود في سنترال رمسيس. يعني انت عشان تعمل اي اتصال ما بينك من اي حد عبر شبكه النتورك او الانترنت لازم تعدي على رمسيس. يعني عايز نتكلم حد من مدينه نصر للمهندسين، هي تنصب على سنترال رمسيس والشيء الرئيسي في سنترال رمسيس، وبعدين تروح للمهندسين. عايز تخرج من القاهره لبره القاهره بتعدي على رمسيس ومنه على بره. عايز تخرج بره مصر كمان تعدي على رمسيس وبعد كده على اسكندريه وبعد كده على بره مصر. بمعنى الستار توبولوجي مثلا الرئيسي لشركات الداتا والانترنت والفودافون والتليفون والاتصالات كله عباره عن سويتشات موجوده فين؟ ستار توبولوجي موجوده في سنترال رمسيس. سنترال رمسيس هو مركز حركه الاتصالات بتاعتنا. وليه سموها تاني ستار؟ عشان خاطر فعلا شكلها عامله كده زي النجمه. نجمه بتشع ضوءها في كل حته وهي اللي من خلالها الناس بتبدا تشوف بعض تقدر توصل عبر الشبكه. طبعا انا حبيت ان انا احكي لك بس الحدوته تاريخيا بدات بايه؟ بدات بان لو جهازين هنوصله بكابل، بعدين الموضوع اتطور ازاي؟ ان لو اكتر من جهازين ممكن رينج وممكن مش ممكن بص لحد ما وصلوا للستار. واصبح دلوقتي فعلا لو عندك اكتر من جهازين هو الستار هي اللي شغاله. يعني البص مش شغاله دلوقتي؟ لا ما حدش بيشتغل بالبص دلوقتي. طب والمش؟ المش دي صعبه قوي تجيب كروت كتير دي منين؟ طب والرينج برضه قليل ما حدش بيشتغل بيه. طب البوينت بوينت عايشه معاك. ليه؟ لو انت عندك بس جهازين ممكن بوينت بوينت اكتر من جهازين بنوصل لطريقه توصيل اللي اسمها ستار توبولوجي. فدي كانت الحدوته بتاعت وطرق التوصيل في الشبكات اللي احنا بندرسها في الكورس مسميات هي. تفاصيل اكتر طبعا عن طرق التوصيل دي انت استدلاع مع الكورس ومع المحاضره. بس حبيت السيد اول ثلاث محاضرات اول واحده احكي لك بس شويه المسميات دي. قد يكون البعض عارفها ولكن حتى لو انت مش عارفها عادي، يعني نتعلم الموضوع لسه ايه مع بعضنا البعض. لو حد عنده استفسار عن التوبولوجيز انا معاك، ولو حد عايز يصور برضو انا مستني. ممكن ينظمون المرور ازاي؟ يعني يمتازوا عن الباص. طيب في الحته دي عشان نفرق ما بين الهب وما بين السويتش لازم نفرق ما بين مصطلحين. ايه هم المصطلحين دول؟ حاجه اسمها فيزيكال توبولوجي. يعني كلمه فيزيكال، فيزيكال يعني شيء قدام عيني، شيء ما يمس. يعني حاجه شيء قدام عيني اقدر امسكها بايدي ده كده فيزيكال. عايزين نحكيها فيرسز ضد لوجيكال توبولوجي. يعني كلمه لوجيكال يعني فيرتشوال، يعني كلمه فيرتشوال افتراضيه، لوجيكال معناها افتراضيه يعني شيء بالاحساس. يعني هو في طريقه توصيل بالاحساس؟ اه طريقه توصيل مش شايفها بعينيك، يعني مش باينه قدامك كده بس تحس تاثيرها. طب اوضح لك اكتر يعني ايه فيزيكال توبولوجي يعني ايه لوجيكال او فيرتشوال توبولوجي من المثال. مثال بيحكي عن كمبيوترات ايه؟ بي وسي ودي. وعشان اوصلهم مع بعض قلنا هنشتغل باحسن طريقه توصيل طالما هم اكثر من جهازين اللي اسمها الستار توبولوجي. اللي انا محتاج اجيب لها ايه الستار توبولوجي دي؟ اجيب لها شكل ويعني يبين عليه ان هو من المتحف. هو فعلا جهاز من المتحف وانتاج وقفت من سنه 2005، يعني من 12 سنه ما بيتصنعش حاجه زي دي، فيعني قديم شويه. ايه الجهاز ده؟ الجهاز ده جهاز بالظبط كده مليان بورتات واسمه الهب. اول سنترلايز ديفايس كانوا فكروا ان هم يعملوه. يعني جهاز الرمز بتاعه هيبقى في الاسوان بتاعتنا كده اسمه الهب. وشكله الحقيقي شكله الحقيقي جهاز مليان بوابات بورتات. المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ كل بورت من دول بكابل
موصلها على الكمبيوتر بكابل 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 يعني كل بوت من دول هنروح موصل الكابل ما بينها وبين الكمبيوتر قدام عينا فيزيكال قدام عينا طريقه التوصيل دي اللي فيها اجهزه بل وصل على سنترلايزد ديفايس فعلا يعني يعني طريقه التوصيل دي كده فيزيكال تو ريجستر ستار جهاز سنترلايزد جهاز مركزي ومتجمع عليه كل الكمبيوترات اللي موجوده في الشبكه بتاعتنا في مكان مثلا زي كده عاملين شبكه فمتجمع عليه في بيت في شركه صغيره فجمعنا طيب احكي لك بقى بيعمل ايه الهب ده من جوه عشان خاطر لما احكي لك اللي بيعمله من جوه هيديك لوجيكال الايحاء ايه هي اللوجيكال توبولوجي طيب ايه هي اللوجيكال توبولوجي بتاعته احكي لك بيعمل ايه وانت هتفكر وتقرر معايا ان الهب ماله دايما زمايله في الشبكه بينادوه باسم الخروف ليه بيسموه اسم الخروف عشان لا بيعرف ارقام ولا بيعرف حروف يعني هنا بيعرف ارقام ولا حروف هيطلع الارقام والحروف حاجه اسمها ماك ادرس وحاجه اسمها اي بي ادرس لسه ان شاء الله مع المحاضره الجايه ايه نجيب سيره كده عنها ايه حاجه اسمها ماك ادرس واي بي ادرس هيطلع ان الهب ده ما بيفهمش لا حاجه اسمها ماك ادرس اسامي الاجهزه المصدر والمصنع ولا حاجه اسمها اي بي ادرس زي ارقام تليفونات الموبايلات كده بس في شبكه المعلومات حاجه اسمها اي بي ادرس لكنها رقم تليفون يعني عشان اقدر اوصل بيه للجهاز لا يعرف ماكات ولا يعرف اي بي لا يعرف ارقام ولا يعرف فبيسموه الخروف يعني بيعمل ايه من الاخر الجهاز ده ما بيبقاش عارف مين واصل عليه ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا ايه اتصل فمجرد ما بيديله داتا مكتوب على الداتا دي دوت سي هو ما يعرفش سي ولا اي ولا بي طب يتصرف ازاي انترنال من جوه يعني بيروح واخد نسخه من الداتا وبعتها كده وبعتها كده وبعتها دي لغه الشبكات بتاعتنا بنسميها بي فلوت ممكن حتى ترفع عمر بعيد شويه احسن الراجل طيب ده يعني قاعد يا عيني بص انا بعيد انت عايز اعمل عليكم يعني طيب فلوت يعني ايه فلوت؟ فلوت فيضان بالظبط فيضان بمعنى ان الداتا هتخش من بوابه من البوابات جوه الهب هيعمل فيضان فيضان يعني يروح واخد الداتا دي مخرجه من كل مكان اللي يسموها فيضان عشان يعتبر ان ده باب وده باب وده باب وده باب حاجه هتخش من باب وتقعد تملى بقيه الابواب فعلا الداتا بتخش من بورت من بوابات الهب وبعدين اللي هيحصل لها تبدا تروح طالعه من كل البوابات اللي موجوده على الهب ومين اللي يستلمها؟ وان بيسن واحد بيسن وكله بيرسيف بيستلمها ما ننكرش ان لما كله هيستلمها بي هيرفضها ودي هيرفضها وسي بس اللي هياخدها ويشوف المعلومات اللي موجوده فيه بس في الاخر طلع ان هو انترنالي الهب هو ايه؟ طلع ان هو لوجيكال انترنالي بس ليه بنسميها لوجيكال؟ عشان انت لو فتحت الكيس دي يعني لو فتحت البوكس ده مش هتلاقي جوه بجد بص امال هتلاقي ايه؟ هتلاقي دواير بس الدواير دي بتعمل ايحاء اللي كان بيعمله البص مش كده بيسموها انها مش فيزيكال بص فيزيكال بص ده انت كنت تفتح تلاقي بجد في بص موجود جوه امال انا هفتح الاقي ايه؟ دواير وسوفت وير موجود بيعمل ايه الدواير والسوفت وير دول؟ بياخدوا الداتا كوبي وبيست كوبي وبيست كوبي وبيست يطلعوا من كل حاجه بس في الاخر اداك الايحاء ايه؟ انك انت كنت ان هو بص انك انت لو كنت فتحت الجهاز ده كنت هتلاقي جوه سلكه وتفتكر ان دي بص لكن هو الحقيقه مفيش جوه بص امال في ايه؟ في سيركتس وفي سوفت وير بيعملوا لوجيكلي ايحاء اكن ده بص طب ما كده يبقى الهب بيعمل مشاكل طبعا الهب بيسموه الخروف ان الهب مش بينظم المرور بشكل قوي يعني ايه؟ يعني الهب يعني ما فرقش عن الكابل فرق كبير هيطلع ليه فوائد هنحكيها عن الكابل بس للاسف برضه ما بيعرفش ينظم المرور ليه؟ اثنين برضو لو بعت في نفس الوقت للاسف عشان بص هيميكس هيعمل كوليجن هيميكس هو ده اللي خلاهم يفكروا في ايه؟ يفكروا في السويتش ليه هو السويتش هيمتاز على الهب بحاجه؟ على عكس هو الهب بيسموه الخروف السويتش بيسموه الحريف ده رايت السويتش طيب وشكل السويتش عامل ازاي؟ ده شكل سويتش مليان برضه بوتس بوابات والبوابات دي هدفها ايه؟ 24 بوت 24 بوابه بيوصل 24 جهاز ستارت بروجي 50 بوابه يعني يجمع 50 جهاز ستارت بروجي يعني اهم الحاجات اللي ممكن تختار عليها سويتش يا ترى السويتش كام بوت؟ طب ليه كام بوت دي مهم بالنسبه لك؟ عشان خاطر هيقدر يجمع لك كام جهاز ستارت يعني لو دول اربع اجهزه بس محتاجين سويتش اربعه بوت خمس اجهزه سويتش خمسه بوت طيب السويتش ده فعلا كام بورت بالظبط 26
24 و2 26 تقدر توصل عليه 26 كمبيوتر يوصلوا مع بعض في نتورك ويعملوا ستارت بولجي من بعض. قدام عينينا هو ستارت بولجي يعني قدام عينينا فيزيكال ستارت ليه جهاز سنترلايزد موصل لحوالي. احكي لك بقى على اللي بيحصل جوه سويتش عشان تقول لي انت تخيلاتك ايه هي اللوجيكال توبولوجي. ايه اللي بيحصل جوه سويتش لو حب ايه يتكلم بيه؟ طبعا الكلام اللي هناخده محاضره مخصوص على السويتش، دي محاضره نص محاضره مخصوص على المحاضره. لو ايه حب يتكلم بيه يروح قافل دايره ما بين البورت اللي واصل عليها ايه والبورت اللي واصل عليها ايه. يعني لو فتحت السويتش ده من جوه وجيت تشوف الداتا اللي داخله هتلاقي الداتا اللي داخله بتقفلها سيركت مع البورت اللي هتخرج منها. يعني ايه عايز يتكلم بيه دايره تتقفل ما بين ايه وبي، سي عايز يتكلم بيه دايره ثانيه تتقفل ما بين سي وما بين دي. يعني لو حب كمان سي يتكلم دي السويتش بيروح قافل دايره ما بين سي وما بين دي. طب اللي افرض في نفس الوقت الداتا اتبعت من سي لاي يروح قافل دايره برضه ما بينهم. طب وما بين دي ودي يروح قافل دايره كمان ما بينهم. طب ما بين اي ودي يقفل ما بينهم، بي وسي يقفل ما بينهم. السويتش عنده المقدره ان هو انترنت، طبعا هنحكيها بالتفاصيل بمسمياتها بشكل دوائرها بسرعاتها بالحاجات دي كلها، عنده مقدره انه يقفل دوائر ما بين كل البورتات بتاعته بعض. عشان كده ما بيحصلش كوليجن، عنده سبيشال سيركت تقدر تقفل ما بين كل بورت وكل بورت. طيب كده قدام عينينا باين ان هي ستار، لكن طلع انترنالي داخليا السويتش الدوائر اللي بيقفلها عشان يقدر يوصل لك ما بين كله وكله يديك الايحاء ان لوجيكال توبولوجي فعلا مش يعني مش لازم تكون مش كده قدام عينك، ممكن تطلع مش انترنال. يعني لوجيكال توبولوجي مقصود بيها هاو كومبوننتس كوميونيكيت انترنال، ازاي الكومبوننتس بتكوميونيكيت داخليا. وعليه فطلع السويتش عبقري في ايه؟ قدام عينك باين ان هو ستار، احسن طريقه توصيل معترف بيها حاليا. ومن جوه شغال مش الجميله في ايه؟ اوصل ما بين اي حد واي حد بشكل مباشر، يعني جوه ماتريكس كده تقدر تقفل فيها اي حد مع اي حد، اي حد عايز يبعت داتا لاي حد هيعرف يوصل له بثانيه. ده كده يعتبر اسمه جهاز بينظم المرور.